نحن نسند بما أتينا من إمكانيات هذه القضية بدون أن نتدخل في ضبط الخط السياسي. وقع هذا بالنسبة لنا في تونس مع القضية الجزائرية وكذلك أيضا مع القضية الفلسطينية، باعتبار هما يعني قضايا عادلة ونحن نساند القضايا العادلة، ولو مش في نفس النسبة زاد ساندنا قضية جنوب أفريقيا ضد الميز العنصري، وساندنا أنغولا ولو تونس دولة صغيرة لكن دولة مبادئ. فلسطين قاعدة تشق طريقها بخطى ثابتة، وإن بدأت لبعض منا أنها خطى وائدة، لكن المهم هو أن تكون الخطى ثابتة وأن نسير في الطريق الموصل. لهذا أريد أن أؤكد أن قضية فلسطينية هي من شغلنا، يعني احنا في تونس مواصلة التزامها بهذه القضية لكن مع تغليب الحكمة على العاطفة. نأملوا وأن الفلسطينيين يتوحدوا، وهذا يعني التوحيد، هذا توحيد الكلمة أولا وتوحيد الخطة وتوحيد التعامل هو شرط من شروط الإسراع بالحلول يعني المناسبة. كانت فرصة لنا للاطلاع فخامته على آخر التطورات والمستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، ولا سيما الجمود الحادث في العملية السياسية والانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. ونحن حريصون على التشاور مع فخامة الرئيس، وخاصة قبل توجه فخامته إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وفي هذا الشأن، وفي الشأن الفلسطيني، فقد أعلمنا فخامته عن تصميمنا لتوحيد أرضنا وشعبنا، وكذلك جهود المصالحة المتعثرة التي تعيقها حركة حماس، والتي تشمل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية. وتناولنا الوضع الإقليمي المتفاقم في المنطقة العربية وما تشهده من عنف وإرهاب وتطرف، وما يهدد الأمن القومي العربي ووحدة أراضي بعض الدول العربية وبخاصة في المشرق العربي.